وحصل في يوم إن الطاعون غزا أرض كمت. ما كانش فيه ملك في الوقت ده نقدر نقول عليه ملك. كان الأمير سقن الرعى حاكم على المدينة الجنوبية، والطاعون أو العامو كانوا في مدينتهم حوت وعرت في الشمال، وأمير العامو إبيبي بيتحكم في الأرض كلها وفي ضرايبها، وبيتحكم في منتجات أرض الشمال. وفي يوم بعت إبيبي رسول لسقن الرعى علشان يقوله سكت أفراس النهر الموجودين في شرق مدينتك، سكتهم علشان صوتهم وصلني ومنعني من النوم ليل نهار. وهنا اتفاجئ الأمير سقن الرعى وسكت لوقت طويل جدا، ما كانش عارف يرد يقول ايه. وسأل الرسول ازاي عرف سيدك بموضوع أفراس النهر؟ وبعدها جمع الأمير سقن الرعى كبار المدينة والضباط والمستشارين وقال لهم الرسالة اللي جي بها الرسول. وبيصود الصمت على المجلس، محدش عارف يجاوب لا بخير ولا بشر.